تنويع أوجه التعاون وتعزيز الشراكة الثنائية بين الجزائر ورومانيا والتوقيع على برنامج للتعاون في مجال التربية والتكوين ضمن زيارة وزير الشؤون الخارجية الروماني تيودور ميليشيك كانو. إصدار أول رخصة سياقة بيومترية إلكترونية تتويجا لمسار عصرنة الإدارة وبدوي يؤكد أن مندوبية وطنية للسلامة المرورية ستنشأ لتسيير مختلف الوثائق البيومترية المرورية. لقاء إيجابي بين اللجنة متعددة القطاعات وممثلين عن الأطباء المقيمين ووزير الصحة يعرب عن تفاؤله بخصوص مجريات اللقاء. المؤتمر الدولي الأول حول الطاقات المتجددة والأمن الطاقوي والأمن الغذائي يرفع رهانات ركائز التنمية المستدامة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم. ونبدأ مع التعاون الجزائري الروماني، حيث استقبل أمس رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة وزير الشؤون الخارجية الروماني تيودور ميليشكانو الذي يواصل زيارته إلى الجزائر لليوم الثاني على التوالي. اللقاء الذي حضره رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني عبد الحميد سعفيف تناول مسألة تفعيل العمل البرلماني بين البلدين. وبالمناسبة ذكر رئيس المجلس بأن تنصيب مجموعة الصداقة الجزائرية الرومانية الذي تم مؤخرا سيمكن أعضائها في مجلسي البلدين من تبادل الزيارات، بما يتيح تبادل الخبرات والاطلاع على آليات العمل بين الهيئتين. كما ثمن الجانبان العلاقات الجيدة بين البلدين وأكد ضرورة دفع التعاون البرلماني أكثر إلى مستوى الإرادة السياسية القوية بين البلدين. كما استقبل رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية الروماني، حيث استعرض مدلسي خلال مباحثاته مع ميليشكانو واقع العلاقات الثنائية المتميزة وآفاق تطويرها، لا سيما بين المجلس والمحكمة الدستورية الرومانية. اليوم تحدثنا حول دور المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية وكيفية تبادل الخبرات بيننا وتطوير عمل الهيئتين، كما نطمح إلى التعاون أكثر في إطار لجنة فينيزيا، ونسعى لأن يشمل التعاون مسائل عديدة كتنظيم الانتخابات. واليوم كانت لي الفرصة لأوجه للسيد مدلسي دعوة من نظيره رئيس المحكمة الدستورية برومانيا. حوار ونقاش إيجابي بالنسبة للتعاون الموجود ما بين المحكمة الدستورية الرومانية والمجلس الدستوري الجزائري، وفتح المجال إلى المزيد من التعاون، وهذا على أضواء التحولات والتطورات اللي سجلناها، وعلى أضواء كذلك احتضان المؤتمر العالمي في 2020 هنا في الجزائر ليكون لها الشرف حتى تجمع كل المحاكم وكل المجالس الدستورية في العالم تحت عنوان السلام. وفي جلسة عمل جمعت وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل بنظيره الروماني تيودور ميليشكانو اتفق الطرفان على توسيع مجالات التعاون بين البلدين. كما تم بالمناسبة التوقيع على برنامج للتعاون في مجال التربية والتكوين بحضور وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي. دلال بوطبة. نحو شراكة اقتصادية متميزة، ورقة عمل جديدة بين الجزائر ورومانيا توسع آفاق التعاون في مجالات الصناعة، المناولة، الزراعة والتربية، وتوافق سياسي بارز بين رومانيا التي ستترأس الاتحاد الأوروبي السنة المقبلة والجزائر التي تعتبرها بوخارست شريكا استراتيجيا في إفريقيا.
لقد كان لقاء مهما للغاية. نريد دفعا قويا للعلاقات بين البلدين في جميع المجالات السياسية، الاقتصادية، التكوين والتربية. قررنا خلق فوج عمل لمتابعة ورقة طريق تتعلق أساسا بالتعاون الاقتصادي. تطرقنا أيضا إلى القضايا الإقليمية باعتبار الجزائر بلدا مفتاحا لإفريقيا، الساحل والدول العربية. نريد الاستفادة من تجربة الجزائر في مجال مكافحة التطرف العنيف. رومانيا كانت كالجزائر في وقت ما يعني دولة ذات اقتصاد مخطط، واصبحت يعني الان يعني بلد قضاة السوق، اللي لازم نستفيد من التجربة في هذا الميدان، هم كذلك يستفيدون من تجربتنا. كان فيه كذلك تبادل بعض التحاليل حول الأوضاع التي نعيشها في منطقة رومانيا. ستترأس الاتحاد الأوروبي السنة المقبلة، وكلمنا كذلك على العلاقات ما بين الاتحاد الأوروبي والجزائر. تطرقنا كذلك كما تفضل إلى تجربة الجزائر في مكافحة العنف والتطرف العنيف، وكذلك كل ما جاء به فخامة الرئيس من سياسة الوئام والمصالحة الوطنية التي أسمحت للجزائر تعرف اليوم يعني استقرار تاما في منطقة. عمليا التوقيع على برنامج التعاون في مجال التربية والتكوين المهني والعمل على تسريع انعقاد اللجنة المختلطة الجزائرية الرومانية في أقرب الأجال لفتح أبواب الشراكة أمام مستثمري البلدين. ونوقع على تعاون الجزائرية الرومانية، حيث استقبل وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي وزير الشؤون الخارجية الروماني، حيث تطرق الطرفان إلى العلاقات الثنائية وإمكانيات إقامة استثمارات بين البلدين والتعاون في جميع القطاعات الصناعية. كما استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار رئيس جامعة بوخارست للعلوم الفلاحية وعلوم البيطرة ورئيس مجلس مديري الجامعات الرومانية رادي سيمبيانو. وبالمناسبة بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون في المجال الجامعي وتبادل الخبرات والأبحاث. وفي التعاون الجزائرية المجرية، يقوم وزير العدل حافظ والأختام طيب لوح ابتداء من اليوم بزيارة إلى المجر بدعوة من نظيره لاسلو تروكساني. وتندرج هذه الزيارة في إطار توطيد العلاقات الجزائرية المجرية في مجال التعاون القضائي والمؤسساتي، كما تأتي تبعا للزيارة الأخيرة التي قام بها وزير العدل المجري إلى الجزائر، والتي توجت التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي البلدين. كما أوردنا في العناوين، أشرف أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي رفقة وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان ووزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة إيمان هدى فرعون، أشرف على عملية إصدار أول رخصة سياقة بيومترية إلكترونية في خطوة أخرى نحو عصرنة الإدارة، وهذا بالمركز الوطني لإنتاج السندات والوثائق المؤمنة بالحميز. بدوي أكد أن إصدار ثالث وثيقة بيومترية تتويج لمسار عصرنة الإدارة وإدراج التكنولوجيات الحديثة في التسيير الإداري، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية الذي يفتح الباب واسعا للشباب حاملي المشاريع للاستثمار في المجال. اليوم ونحن بصدد وضع لبنة أخرى في صرح عصرنة الإدارة الجزائرية وتقريبها من المواطن، هذا المشروع الطموح الذي جاء في برنامج فخامة السيد رئيس الجمهورية، والذي أمر الحكومة في عديد المناسبات بتسريع وتيرة إنجازه لبلوغ حكامة إلكترونية المستفيد منها هو المواطن بالدرجة الأولى. إن مسيرة العصر هذه ستشهد اليوم محطة محورية وفارقة
بإصدار ثالث وثيقة بيومترية إلكترونية بطريقة عصرية، ألا وهي رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية. ولأول مرة في الجزائر سيتم إنتاج هيكلها بإدماج وطني 100% عبر شراكة وطنية جزائرية رابحة بين مؤسسة عمومية وأخرى مؤسسة خاصة. كان محركها الأساسي كفاءات شابة وطموحة خريجة معاهدنا وجامعاتنا، فلهم منا كل التحية والتقدير والتشجيع، وهو ما سيفتح المجال والآفاق لمؤسساتنا الوطنية وكذا الشبانية الناشئة لستارت اب من ولوج هذا المجال، وجعل بلدنا قطبا جهويا وقاريا متميزا في مثل هذه الصناعات التكنولوجية. وهو ما أمر به فخامة رئيس الجمهورية بفتح المجال أمام المستثمرين الشباب وتوفير المناخ الملائم لهم ومرافقتهم من أجل تنمية قدرات بلدنا وتطويرها خاصة في مجال خارج المحروقات. هذا وأشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي على تسليم أولى رخص السياقة البيومترية الإلكترونية لمواطنين ببلدية القبة. ومن خصائص الرخص الجديدة أن المعلومات المدونة بالبطاقة من الصلاحيات الحصرية للسلطات العمومية، ولا يمكن الاطلاع عليها إلا لمن يخول له القانون، وهي من بين المهام التي ستطلع بها المندوبية الوطنية للأمن في الطرق والتي ستنشأ لاحقا. المزيد مع زكريا مهوبي. رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية بتنقيط وثيقة مطابقة للمعايير الدولية، مدة صلاحيتها 10 سنوات، وتحتوي على تطبيقات مشفرة ومؤمنة. المرحلة الأولى لإصدار الوثيقة تنطلق اليوم للحاصلين الجدد على رخصة السياقة والحاصلين على أصناف جديدة، وهذا بأربع بلديات نموذجية بالعاصمة، على أن تعمم وطنيا انطلاقا من الثلاثي الأخير لسنة 2018. اللي احنا كجزائريين ننتقوا في بعضنا البعض في الجزائر، ننتقوا في قدراتنا، ننتقوا في مؤسسة تكويننا، ننتقوا في جامعاتنا، ننتقوا في مؤسساتنا الدستورية، وهذا هو الشيء اللي رسمه فخامة رئيس الجمهورية. لما نمشيو بهدوء ونمشيو برسالة ونمشيو بطرق مسؤولة ونمشيو بطرق محددة موضحة، الأهداف نتاعنا دائما نوصلوا. ولأن منظومة العصرانة متكاملة، المواطنون الحاصلون على وثيقة بيومترية غير ملزمين بتقديم الملف الإداري للرخصة، حيث وحين الطلب تعالج الملفات وتحول إلى مركز الإنتاج بصفة آنية. وللتخفيف أكثر عن المواطن سيتم تعميم شباك الموحد ببلديات الوطن. مبروك عليك. لا يسمح مرسي. يا اخي فو كونفيرمي باللي فو نافي ديبوزي ني اكستري دنيسونس ني ريان دي تو. ومن اهداف العملية التقليل من حوادث المرور، لذلك سيتم قريبا انشاء المندوبية الوطنية للامن في الطرق، والتي سيعهد لها تنسيق النشاطات المتعلقة بالتدخل والوقاية والامن في الطرق مع مختلف المتدخلين كقطاع النقل، الامن الوطني والدرك الوطني، عبر تسيير البطاقيات الوطنية لرخص السياقة ومخالفات قواعد المرور، وكذا تسيير نظام رخصة السياقة بالنقاط. تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية وتحت شعار ركائز التنمية الوطنية المستدامة، انطلقت أمس بالجزائر أشغال والملتقى الدولي حول الطاقات المتجددة والأمن الطاقوي والغذائي تحت إشراف وزير الطاقة مصطفى جيتوني، وذلك بحضور عدد من الوزراء وخبراء وطنيين وأجانب. حمزة أحمد بالقسامة. مسار التنمية المستدامة المسطر إلى غاية 2030 يعتمد على 3 محاور أساسية:
تحقيق الأمن الطاقوي، أمن المياه والأمن الغذائي، وذلك من خلال عقلنة الاستهلاك وترشيد استغلال الثروات الطبيعية، هو ما أكد عليه وزير الطاقة خلال هذا الملتقى. Notre pays dispose aujourd'hui d'un potentiel réel d'amélioration de sa production agricole, de rationalisation de son système de la chaîne alimentaire et de maîtrise de sa consommation, tout comme pour l'eau ou l'énergie, même si c'est à des degrés divers. Le programme et les orientations de son Excellence le Président de la République donnent une priorité absolue et dont les mises en œuvre sont illustrées par la croissance du nombre des institutions de formation publiques et privées pour répondre aux besoins en compétences des différents secteurs d'activité de notre économie. عصرنة النظام الطاقوي بتطوير استغلال الطاقات المتجددة ووضع خارطة طريق طويلة المدى لتفعيل ذلك، خاصة أمام ارتفاع الطلب المتزايد على الطاقة. L'Algérie a tout à fait raison et c'est une opportunité considérable d'organiser un forum sur les énergies renouvelables, mais en même temps de mêler les autres biens publics comme l'alimentation, l'éducation, la santé, parce que c'est un tout. جميع الحروب اللي راهي موجوده راهي مبنيه على الطاقه. اولا هذه هي اللي راهي نلاحظوا فيها، ثانيا المياه راهي لاحقين بها. السياده الوطنيه ما تسمحلناش باش نقعدوا حنا غافلين على هذه المشاكل، وكيف لابد الان نبنوا مستقبل بصفة ثابتة، يعني لابد أهداف تكون مسيطرة بصفة حقيقية. ولترشيد استغلال الطاقة، تطوير أنظمة جديدة صديقة للبيئة خاصة في مجال البناء هي من بين الحلول. هنا في الجزائر كاين لاغلومونطاسيون تيرميك، كاين اسكون ابل لو دي تي ار، مي إلي با ميز أون بلاس. ماذا بينا وكان أون لونس نسونسيبيليزيو لانتيغراسيون دو لينيرجي دو باتيمون. المؤتمر أيضا سيكون فرصة لتبادل الخبرات وكذا اعتماد رؤية واضحة حول الأمن الطاقوي والتنمية المستدامة. تم الاتفاق بين وزارة الصحة وممثلين عن الأطباء المقيمين على احتساب الخدمة الوطنية واقتطاعها من فترة الخدمة المدنية ومنح علاوة تتراوح ما بين 20,000 و 60,000 دينار حسب مناطق العمل في إطار الخدمة المدنية. وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسب اللوي قد أعرب عن تفاؤله بالنتائج التي خرج بها اللقاء الذي جمعه بالأطباء المقيمين، مؤكدا بأن الدولة ستتكفل بكل انشغالات هذا السلك. كما أوضح حسب اللوي بأن الوزارة لم ولن تغلق باب الحوار مع الأطباء المقيمين الذي جرى في جو هادئ، معلنا توقيع الطرفين على محضر اللقاء الذي سيتم نشره لاحقا. كما أبرز ممثلو الأطباء المقيمين إيجابية اللقاء. حسب ووفقا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية، أبواب الحوار في وزارة الصحة لم تغلق ولن تغلق. وفي هذا الإطار اليوم التقينا بزملاء الأطباء المقيمون، وكان فيه حوار ونقاش واتخاذ إجراءات اللي إن شاء الله تكون في حسن ظن كل أطباء اللي هم في انتظار هاد اليوم. وأنا أشكر كل من ساهم عن قريب وعن بعيد لكي الأطباء المقيمون يكونوا على يقين بأن الدولة متكفلة بكل الانشغالات تاع هاد الأطباء. سيكون فيه ان بي في اللي راح نواسيوه من على ساعة وساعة ونص،
وإن شاء الله نتائج هذا اللقاء سيكون ننشره في المساء أو غدا في الصبيحة. راح يكون فيها ام بي في وحنا ما نتخذوا حتى قرارات، ما كل القرارات اللي حيتخذوها الاطباء المقيمين في الجمعيات العامه اللي راح تكون يوم الثلاثاء ان شاء الله ابتداء من يوم الثلاثاء، وهما الوحيدين اللي يقدروا يفصلوا في هذه الامور. كاين فيه نقاط ايجابيه عديده اليوم، ولكن حنا قلنا باللي حنايا ما نقدروش حنا باش ما ندخلوش في لابوليميك. الفو ميو الناس تشوف لو بي في يكون اون كومان مع لو مينيستير. جوستومون الناس لازم تعرف من المصدرين موثوقين اللي نزوج يسينو ان بي في لي تو لي ريزيدون يعرفوا في نفس الوقت من نفس المصدر باش ما يكونش فيه اختلافات ومشاكل. عندنا اتفاق مع الوزاره من طرفين ان نخرجوا بالمحضر القضائي راح يكون منضي من طرفين لعرضه الاطباء المقيمين والعامة الناس. تحت شعار أتبرع بدمي أشرفت أمس وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية داليا على إعطاء إشارة انطلاق الحملة الوطنية للتبرع بالدم. داليا أكدت دعم هذه المبادرة التي تنظم بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتبرع بالدم بمناسبة اليوم المغاربي للتبرع بالدم، كما ألحت على ترسيخها وتنظيمها مرتين سنويا على الأقل. على صعيد دولي في الأراضي المحتلة، دعت الحكومة الفلسطينية إلى تحرك عربي ودولي لوقف جرائم حكومة الاحتلال، فيما منعت واشنطن صدور بيان مجلس الأمن حول المواجهات الدامية في القطاع، حيث يواصل الفلسطينيون اعتصامهم قرب السياج الفاصل بين القطاع والأراضي المحتلة في تظاهرة العودة الكبرى. وأحياء لذكرى 42 ليوم الأرض، نظمت سفارة فلسطين بالجزائر والاتحاد الوطني للنساء الجزائريات وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وهذا بحضور وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء الزرواطي والسلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر. الآن متفرقات دولية رصدتها وأوجزتها هدى العموري في شريط المختصرات. عاد 60 دبلوماسيا روسيا رفقة عائلاتهم إلى العاصمة موسكو على متن طائرتين روسيتين. الدبلوماسيون الروس غادروا الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية تسميم جاسوس سابق في بريطانيا مطلع الشهر الماضي. هذا وانضمت واشنطن إلى العشرات من دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو الذين طالبوا العشرات من الدبلوماسيين الروس بالمغادرة. تظاهر العشرات من الآلاف في مدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا على خلفية مقتل رجل أسود يدعى ستيفن كلارك على يد قوات الشرطة. المظاهرات أدت إلى إصابة امرأة بعد مواجهات مع الشرطة. لقي ثلاثة متزلجين حتفهم من جنسية إسبانية، وأصيب اثنان آخران بجروح طفيفة في انهيار ثلجي بجبال الألب بجنوب سويسرا. هذا وأفادت الشرطة السويسرية أن عملية الإنقاذ كانت صعبة للغاية بسبب أحوال الطقس السيئة وانعدام الرؤية. يواصل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الحملة التحسيسية لفائدة الفنانين من أفراد جالية نبي فرنسا لتمكينهم من الاستفادة من خدمات الديوان. التغطية لعفاف بلوشات والتقرير لجميلة موفق. المناسبة ساهمت في لم شمل الفنانين الجزائريين المقيمين بفرنسا، والهدف دعوة كل المبدعين والكتاب والموسيقيين والمغنيين للانخراط في الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. كما يقولوا اللي يزرع لابد ينبت. دوك تلاقاو الناس كل واحد يعني حكى بحكايته واش صاير له واش يحتاج، وهم يجاوبوا. دوك اللي قال الاول هذا نتمنى على الماجي ان شاء الله يشوفوا كل واحد يشوفوا المشكل تاعو والانتاج يزيد ان شاء الله.
المبادرة التي طال انتظارها باتت اليوم حقيقة بالنسبة للفنان الجزائري الذي ظل وفيا لوطنه. Je trouve que c'est bien parce que déjà ils veulent apparemment le but c'est de mettre à jour les choses, repartir à zéro, etc. Et rencontrer les artistes, plasticiens, musiciens, tout ça, c'est déjà pas mal quoi. C'est comme la première fois, donc c'est la Honda qui vient en France, donc c'est un plaisir au lieu de nous quand on se déplace, donc c'est un grand pas vers l'avenir. Il m'est arrivé par exemple d'être édité de manière pirate sans que je puisse d'une manière ou d'une autre faire valoir mes droits. لم يتأخر أحد عن الدعوة، ومن تلقاء أنفسهم انخرط البعض إيمانا منهم بأن الديوان الوطني سيحمي حقوقهم ويضمنها لسنين طوال. كانت هذه آخر محطة في نشرتنا. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت www.antv.dz. أستودعكم اللحظة.